من المسائل أيضا الأخير لعل نقف عنده انتهاء الوقت، وهي قضية الدعاء للميت وتكون بعد التكبيرة الثالثة. والدعاء للميت مشروع وقد وردت فيه آثار متعددة، والسنة الوقوف عند أو ذكر ما ورد، ويجوز الزيادة عليه لأن الدعاء هنا دعاء مطلق ليس من الأدعية المخصصة التي لا يجوز الزيادة عليها. كما أن أهل العلم يقولون أيضا يستحب تسمية الميت، ولذلك أحمد كان يقول يستحب تسمية الميت في الدعاء، فتقول اللهم اغفر لزيد أو لعمر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد هل يسأل المصلي ما اسم الميت لكي يدعو له باسمه، قال نعم، فإنه يستحب التسمية في الدعاء. من أيضا المسائل لو كانت المرأة ميتة، من الفقهاء من يقول إذا كان المصلى عليه مي امرأة فإنه إذا جاء الدعاء وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، يقول المرأة لا تدعو لها بهذا الدعاء، فلا تقل وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، ولا تقل وأبدلها أهلا خيرا من أهلها. ذكر هذا بعض فقهاء المالكية. والصحيح أن المرأة يقال لها هذا الدعاء، ولذلك فإن الشوكاني ضعف من قال هذا الشيء، وقال إن النص ظاهره أنه يقال للرجل والمرأة، فقد تبدل المرأة زوجا خيرا من زوجها في الدنيا من حيث الطباع، فقد يكون زوجها في الدنيا سيء الخلق، فإذا جاء في الآخرة أبدلت بزوج أطيب خلقا منه، وهو قد يكون هو نفسه، والعلم عند الله كيف يكون ذلك. الأمر الأخير في الدعاء، إذا كان الميت طفلا فهل يشرع الاستغفار له؟ الفقهاء يقولون نعم يجوز الاستغفار، لكن الأولى عدم الاستغفار للميت إذا كان طفلا، وإنما يبدأ الاستغفار ما يقال اللهم اغفر له، وإنما يبدأ الاستغفار للميت بدعاء لوالديه بأن يكون هذا الولد فرطا لهم، وأن يكون حجابا لهم عن